حياكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حلقة جديدة برنامج الرياضي تكتيك، وهذه حلقة ستكون مخصصة لمعرفة مكان نقاط القوة والضعف وأسلوب لعب الفريق المنتخب البحريني الذي سيواجه بإذن الله تعالى منتخبنا الوطني العراقي بكرة القدم يوم غد في أولى مباريات التصفيات المزدوجة في العاصمة البحرينية المنامة. قلوبنا وكل أمنيات العراقيين بتحقيق نتيجة إيجابية ترتقي إلى مستوى الطموح وتحقيق الفوز في أولى مباريات العراق، باعتبار هذه المباراة ستكون ليست 3 نقاط وإنما 6 نقاط بحكم المباراة تقام في المنامة أي عاصمة مملكة البحرين. كل التوفيق لكاتينيتش في اختيار الأسلوب المناسب واختيار التشكيل المناسب لمواجهة المنتخب البحريني. بالتأكيد هذه الحالات التي سجلت من قبل ضيوفي هنا في صالة البث ومحلي قناة عراقية رياضية لطريقة أسلوب الثلث الهجوم والدفاع بالنسبة للمنتخب البحريني، خاصة سنستثمر مشاركة الفريق البحريني في بطولة غرب آسيا الأخيرة التي ختمت الشهر الماضي في مدينتي كربلاء و40. أكيد ورحب بضيوفي هنا، بداية مع الكابتن سام بحث. كابتن حياك الله في برنامج تكتيك. حياك الله دكتور فاضل، وتحياتي لك ولكل جمهور الرياضية العراقية، وإن شاء الله اليوم نكون نوضح الصورة ملامحها الحقيقية من خلال التشخيص الحقيقي لمنتخب البحرين في كل الجوانب، إذا كانت جوانب دفاعية أو هجومية. إن شاء الله. أكيد أرحب بضيفي الآخر كابتن رافد سالم. كابتن حياك الله. حياك الله دكتور، وأول شيء مبروك للعراقية الرياضية أن أخذت حقوق المباراة. نعم. تعرف هاي يمكن أول مرة من فترة طويلة، صار سنين. نعم. نحصل على حقوق تصفيات كأس العالم، واتمنى ان يستمتع بها الجمهور ونتوج فوز. هناك خطوات حثيثه لاداره القناه متمثله بالزميل العزيز الاستاذ حسن عيال في وضع المتلقي العراقي والمتابع لقناه العراقيه الرياضيه بكل ما هو جديد وحديث. طمع هو سعي الاداره ان تكون قريبا من الحدث الابرز الان والكل يتحدث به كابتن سامي وكابتن رافت، هي مشاركه المنتخب العراقي بكره القدم، يعد الحدث الابرز حاليا في على مستوى الساحه المحليه. لذلك الاداره تعمل بجد من اجل توفير ما يمكن توفيره من اموال، نعلم هناك حقوق واموال تدفع في سبيل هذا النقل الحصري، لكن باذن الله تعالى خطوات حثيثه لان شاء الله نقل مباريات اخرى وليس فقط مباراه العراق والبحرين. نتحدث في مباراه، بس احيي كل العاملين. نعم. بالرياضيه العراقيه اخوه اعزاء، بس شاهدتهم الفترات الاخيره يعني حاليا واصلين مديات بعيده بالعمل الاحترافي، العمل المثابره، فلهذا المشاهدين حتى وين ما نروح يعني بصراحه يعني مستمتعين بكل البرامج، وحتى بالنقل الحصري راح يكون مباراه العراق والبحرين، فالتفاته مهمه جدا. ونحيي الاخ العزيز حسن عيال على جهوده وعلى كل العاملين الموجودين بالرياضيه العراقيه. تشاهد العمل هاي. نعم. حقيقه. نعم. يجب ان تقال العمل وانتم بفريق الواحد وبنفس الفريق الواحد لتقديم المحتوى الاعلامي المتجدد لكل متابعي قناه العراقيه الرياضيه. نعم. شكرا على هذه الاشاده، بالتاكيد نطمح نحو الافضل ان شاء الله. اكيد هذا هو هدفنا الاسمى كابتن سامي في هذا المجال، اللي همنا بالتاكيد كشارع رياضي كمتابعين يوم غد ان يكون الحسم لسدو رافدين في مواجهه الشقيق البحريني وان كانت في ارض البحرين المنامه. نتحدث في جزئيه بسيطه، كنا نمنى نفس ان يكون معسكر المنتخب قبل هذه المباراه على اقل تقدير قبل اسبوع او 10 ايام. هناك معلومات تفيد بان اجواء البحرين، نعم اجواء العراق حاره حاله كحال البحرين، لكن هناك اجواء رطوبه تكون لربما أكثر من جو العراق بحكم موقع المنامة في البحرين. كنا نمنى أن يكون هناك معسكر على أقل تقدير في الدمام، باعتبار هذه المدينة السعودية حسب ما قلت لي قريبة من البحرين. نعم. ممكن يكون إعداد مثالي قبل مواجهة الـ 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 البحرين. نتحدث في علم التدريب، موضوع مهم هو أدابتيشن. نعم. اللي هو التكيف. صحيح. عامل مهم جدا في هكذا مباريات. صحيح كلامك 100%. الرطوبة حاليا خصوصا بهذه الفترة في البحرين عالية جدا، 85% بالضبط، من 80 الى 85. نعم. اكو مدينة يعني حتى لو مو بالدمام، دائما كل الفرق اغلب الفرق العراقية تعسكر وين؟ قطر. قطر بالضبط. مدينة. نعم. كنت اعمل بها مدينة الشمال، بها نادي الشمال واحد من ارقى الاندية، وبها حتى فندق قريب على البحرين 150 كيلو. نعم. يعني نفس الاجواء، الرطوبة عالية بهذه الفترة، يعني بس البحر يفصلهم كلش قريب. كان المفروض يمكن الاتحاد يقدر يأمن معسكر بهذه المدينه وهذا النادي، يعني كل الابواب قد تقدر اسبوع، يعني اسبوع بالضبط، لانه حتى اللاعب يجب ان يتكيف مرحله التكيف 6 ايام جدا مهم على الاجواء. نعم. وعلى الرطوبه، لانه راح يصير استنزاف بدني بشكل مو، لانه راح يفقد اللاعب نسبه عاليه من الرطوبه. صحيح. والاملاح، فكيف انت عندك 95 دقيقه اذا نحسب الوقت الاضافي مع المباراه الاصلي،
فكيف اللاعب راح يتعامل بهذه الأجواء طوال 95 دقيقة حتى يكون هذا الجهد؟ أيضاً أكو جهد آخر اللي هو ضغط الجمهور، ضغط العامل النفسي. إحنا حاليا راح نتكلم على عامل الطقس لأنه الرطوبة عالية، فهنا التركيز يجب أن يكون يعني مدى بعيد يأخذ طوال المباراة، لأنه أي خطأ أو أي لاعب يفقد تركيزه بجزئيات بسيطة يمكن راح يكلف يعني مردود سلبي، حيكون مردود سلبي بالضبط. ولهذا كان المفروض من فترة يتأمن هذا الشيء ويكون دراسة على هذا الشيء حتى يعني المنتخب يأخذ مدى. احنا نعرف المشاكل كثيرة وتجمع اللاعبين بهذه الفترة راحت كان شوية بصعوبة، الأندية عندهم مشاركات، فكل هاي عوامل يمكن ما ساعدت على أن يكون هنالك معسكر، على الرغم من أهمية هذه المباراة وقيمة هذه المباراة كمباراة أولى مهمة جدا، يعني هي هاي تفتح لك الطريق وتكون جسر عبور لباقي المباريات بكل قوة. وراح النتيجة الإيجابية بهذه المباراة أستاذ الدكتور فاضل راح تمحي كل المشاكل اللي مرت طوال الفترة الماضية، قل الضغط على كاتينيتش كجهاز فني وعلى اللاعبين أيضا بهذا بس لا سمح الله أي نتيجة سلبية لا راح هذه المشاكل وراح تتضاعف، بس إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية للمنتخب العراقي يكون حاضر ذهنيا بدنيا تكتيكيا حتى يقدر أن يتفوق بهذه المباراة. أكيد هذا أمننا أستاذ رافد. الحديث عن مباراة وأهمية هذه المباراة، البعض وصفها بأنها مباراة لست نقاط وليس ثلاث نقاط، منطقيا وأنت تلعب أمام البحرين كأولى مواجهات العراق في التصفيات المزدوجة أكيد ستعطي حافز كبير وثقة للاعبين والجهاز الفني في المباريات المقبلة المضي قدما في هذه التصفيات، وهو طموح مشروع، أكيد هو طموح مشروع لدى البحرين ولدى العراق، لكن نتحدث في الجانب الإيجابي على مستوى المنتخب العراقي، والكل الشارع وكل المحبين بانتظار الفوز في هذه المباراة اللي أكيد علامات ومكتسبات عديدة ستخرج من هذه المباراة. أكيد هي الكل يعرف أنه هاي المجموعة مو مجموعة سهلة حكم أنه فريق واحد يصعد مثل هذا نظام التصفيات، خاف يعني بعض المشاهدين يمكن يعتقدون فريقين مباشرة، لا هو فريق واحد يصعد مباشرة، الفريق الثاني يصعد مع تفاضل مع ثواني يعني أربع ثواني من ثمان مجموعات. اللي صار إحنا لو نشوف يعني من المستوى الأول إيران، مستوى الثاني العراق، لو تشوف على مستوى آسيا يعني بدت قوة، إجانا من المستوى الثالث البحرين أضاف للمجموعة صعوبة، لأن لو تشوف المستوى الثالث يمكن في فرق أقل من الفريق البحريني حتى على مستوى آسيا بالعموم. إحنا فقط الفترة اللي صارت هاي قبل هاي المباراة إحنا ما عندنا دوري، يعني توقف دورينا بهاي الفترة وما بدأ دورينا يعني بالتاسع أو حتى بالثامن أو بالتاسع، إلى الآن ما بادي دورينا، فكان المفروض تكون الفترة أطول اللي يقضيها اللاعبين مع البعض يعتقد أنه غرب آسيا، لا إذا شفنا الآن القائمة والكل يتوقع من راح يلعب كثير من اللاعبين اللي لعبوا بغرب آسيا مو موجودين بالتشكيل الأساسي، ما راح يكون موجودين، وقسم منهم أصلا ما موجود بال 23 اسم يعني قسم كبير منهم. فلذلك احنا إذا نقارن مع البحرين، البحرين الآن أيضا يملك لاعبين جيدين وبوضع جيد، إذا فترة المدرب قليلة، شوف احنا لعبنا قبل غرب آسيا مباراة ودية كانت عندنا مباراة المفروض مع ليبيا ومع تونس، من لعبنا مع تونس أيضا رحنا بلاعبين يعني أغلب اللاعبين المفروض المدرب كان يريدهم ما أجوا، ما حضروا مباراة تونس اللي خسرنا بيها يعني وأثرت علينا حتى بالتصنيف. أما المنتخب البحريني حتى لو المدرب طبعا المدربين جيدين وشفنا عمله البرتغالي سوزا، أي حتى عمله سوزا البرتغالي حتى عمله السابق تحدثنا عنه، ممكن كثير من الفنيين تحدثوا عنه، الحقيقة قضى كل هذا الوقت 3 أشهر مع اللاعبين، لأن الدوري البحريني ما بي لاعبين خارج البحرين، هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين توقف من وقت مبكر، لاعبين رفاع من راحوا واشتركوا واللي فاز على الزوراء وصعد، هو اللاعبين كل وقتهم يعني كوميل أسود لعب معهم، لعب بغرب آسيا، إذا قضى المعسكر وغرب آسيا مع المدرب، فالمدرب أخذ وقته في توقيت ممتاز، هاي كلها نأخذها بنظر الاعتبار، لكن هذا ما يعني إنه منتخبنا يعني أنا أشوفه برغم كل هذا اللي تحدثنا والصعوبات يعني الأجواء الوقت، هذا الوقت مهم للمدرب، إنه أنا الكل يقول المدرب صار له سنة، صار له سنة ويا منو بآخر 6 أشهر ويا منو من اللاعبين، ها صار له 6 أشهر الأخير ويا منو، كم لعبة قبل السنة هي بطولة وضغوط وكلام عن آسيا، يعني ما عندنا القضية، المدرب يحتاج المدرب اللي يحصل 3 أشهر أو شهرين مع منتخب، هذا 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 محظوظ طبعا، محظوظ هذا المحظوظ، مو اللي قضي سنة هو ما يشوف اللاعب أو إذا شاف اللاعب ما يعرف القائمة، مع هذا يجب أن الكل يتحمل مسؤوليته، وأنا أعتقد أهم شيء أنه الفريق ينزل
بكامل ثقته في الملعب. أكيد هو الأهم. هذا رقم واحد. طبعًا. يعني طبعًا. ككادر فني يوصل الفريق وككادر إداري يدعم المنتخب كله إنه يوصل ينزل إلى الملعب في 90 دقيقة يلعب بكل ثقته كمنتخب عراقي أعلى شأن حتى من البحرين. مع كل اللي تكلمنا عن منتخب البحرين وهو حتى فايز علينا في غرب آسيا. فريق جيد فريق ممتاز وقدم كرة ممتازة نحترمه، لكن بنفس الوقت الثقة هي سلاح اللي يعزز به قدرات اللاعب المدرب. يعني هي الثقة كيف يزرع الثقة كيف ينزل لاعبنا بأعلى ثقة. تأكيد كابتن أضم صوت إلى صوتك، نضيف إلى أيضا التشكيل المناسب والأسلوب الجيد والتكتيك الوعي الجماعي والفرد داخل المباراة سيفتح الباب أمام لاعبينا في تحقيق الفوز وهو الهدف الأسمى اللي يحاول تحقيق اللاعبين في هذه المباراة. نتحدث كابتن سامي عن منتخب البحرين بالتأكيد اللي همنا في حلقة التكتيك، شهدنا في غرب آسيا المدرب البرتغالي سوزا دائما يميل لأسلوب 4-3-3. صحيح هذا الأسلوب اللي يبدو هو طريقة اللعب، طريقة اللعب اللي البصمة لغاية نهاية لاعبي المنتخب البحريني. نتحدث في هذا الأسلوب تحديدا، هل سيبقى هذا الأسلوب طيلة فترة بقاء سوزك على قمة الجهاز الفني في المنتخب البحريني، أم وضع الآن يختلف في غرب آسيا مباراة غير مصنفة في رزنامة الفيفا والآسيوي؟ الآن الشغل الأهم وهي التصفيات المزدوجة كأس العالم وأمم آسيا. البحرين يلعب بنظام لعب وطريقة لعب 4-3-3. نعم الأسلوب اللعب يعتمد على التنظيم في الدفاع والتنظيم في الوسط، خصوصا من يفقد كرة يلعب بكتلة واحدة. نعم. كتلة دفاعية واحدة متماسكة. نعم. من خلال عملية التنظيم، ويعتمد أيضا في حال استخلاص الكرة على التحولات السريعة للأمام. نعم. فما يأخر ولا يحضر فترات طويلة، لا تحضيره نقلة نقلتين شوف الثالثة كرة واصلة للأمام. صح. يلعب بثلاث مهاجمين. صح. دائما ما يفتحون الخط، يعني يفتحون الملعب الجناحين وعدة عمق واحد، فهو يناور بمن يناور المدرب، ناور بالأسماء مال اللاعب، ما ثبت على تشكيل. صحيح. حتى ما يكشف أوراقه، بس كأسلوب لعب ثابت. نعم. طريقة ونظام اللعب أيضا ثابتة. بالضبط. بس كمناورة مثلا كتشكيل وأسماء. نعم. يلعب للأمام. نعم. مع الفريق الكويتي. الكويتي. نعم. اسماعيل عبد اللطيف. نعم. كميل الأسود وسامي الحسيني. نعم. اجى لعب مع العراق، ذول ثلاثه شالهم. صح ثلاثه كانوا غير محمد عبد الوهاب. نعم. علي مدن، عيسى موسى. نعم. بالوسط كذلك، بس انا اقرا هسه اعرف منو راح يلعب. نعم. اساسي. نعم. انا من خلال قراءتي ومشاهدتي للاعبين اعرف منو راح يلعب اساسي. عنده واحد من افضل لاعبين الارتكاز اللي هو محمد حردار رقم 6، هذا. نعم. منظم الهجمات امام المدافعين. نعم. امام محمد الحردان لعب ايضا امام الكويت احمد نبيل. نعم. وسيد ضياء. ذولا دائما ما يكونون مساندين للامام بالهجمه خلف ذولا ثلاثه المهاجمين اللي هم يعني المساندين سيد ضياء واحمد نبيل. نعم. خلفهم لاعب الارتكاز اللي قلت لك عليه محمد الحردان اللي دائما ما يعتمد على عمليه الضغط والرجوع مع المدافعين ويغطي لاعبي محاور الارتكاز اللي بالوسط من جهه اليمين ومن جهه اليسار. نعم. سلم صح يقطع صح. فالفريق البحريني من يفقد كرة يرجع ككتلة واحدة. صحيح. خلف الكرة. صحيح. 10 لاعبين إلى 9 لاعبين ينظم ويعتمد على مثل ما قلت لك استخلاص وتحول سريع للأمام. أكيد كابتن رافد، أيضا قبل ما ندخل في تفصيل بعض الحالات المسجلة، الملاحظ على الفريق البحريني مثل ما نوه كابتن سامي هو عنده دفاع منظف في منطقة الأكيد الثلث الوسطي، يعتمد على رد الفعل السريع ونقل الكرة للإمام واستثمار أخطاء المنافس. شاهدنا أكثر من حالة سجلت لدى مواجهة الكويت، لدى أيضا مواجهة العراق في نهاية غرب آسيا، اعتماد أيضا على القدرات البدنية للاعبين ثلاث مهاجمين يناور ويحاور بيناتهم ويطلب الكرة شاهدنا ونقل الكرة إلى المنطقة العمياء، تحدثنا في تكتيك في أيضا في حلقات سابقة، لكن مؤشر عليه بأنه تأمين وسط الملعب من ثلاث مدافعين وسط لأقل تقدير يكونون هم من يقودون العمليات خلف مهاجمي البحرين. لا أكيد هو الفكرة الأساسية من تنظيم الدفاع عنده هو يلعب بالكمباكت الرص. نعم. يعني المسافات بين خط الدفاع والوسط دائما ما تتجاوز 20 يارد تكون قليلة متقاربة، يعني ما عنده مشكلة يدافع بعشر لاعبين. أكيد. ويدافع قريب حتى على الحارس على 6 ياردات، وكل ما يدخل الخصم بالكرة شفنا حتى فريقنا لما يدخل بالكرة ويفتح أرض الملعب هم يتراجعون وبعدد، يعني ما عندهم مشكلة حتى لو دافعوا داخل منطقة الجزاء. صحيح. ما عندهم يعني مو مثل منتخبنا اللي دائما يدافع تقريبا أغلب جهد الدفاعي في وسط الملعب. نعم.
كونه يعني عنده يمكن تركيز كله على الأداء في وسط الملعب وعلى الحيازة. المنتخب البحريني ما عنده هم في الحيازة كثير يعني قدر ما عنده كيف ينظم هاي المسافة. نعم. احنا يعني بكل الحالات المنتخب البحريني هو متنظم حتى لما تنتقل الكرة بملعب الخصم. صح. لأن طلعت الدفاع ما طلعت لاعبي الوسط تحدثت نعم. عنهم ليش يلعب ثلاث لاعبين يعني حتى لما ما يلعب الحردان يلعب علي حرم اللي أيضا يدافع وتكلمنا عنه. صحيح. فقط يضرب ومتمركز صح. نعم. وبقوة ويلعب عليه وشفنا حالات هسه ما راح نشوفه يعني في حالات سابقة أنه كان مع إبراهيم بايش ويعرف ما يستطيع لإبراهيم باش كان في حالة بداية كان عليه يعرف متى يضرب اللاعب حتى عنده خبرة هو برفاع البحر ضرب أكثر من مرة ايه. عندنا سيد ضياء إذا ما يلعب سيد ضياء محمد عبد الوهاب صح. والمالود هو أصلا لاعب وسط يعني مهاجم خلف المهاجم نعم. يعطيه حرية رأسا يندفع يصير مهاجم ثاني يعني بسهولة لأن المالود من لاعبي الأذكياء نعم. واعتقد هو راح يشتغل كثير عليه المدرب إذا بالمجمل احنا مقدم. متفقين كابتن البحرين يلعب باسلوب 4-3-3 نعم. زين مع تغيير الاسماء مع تغيير المهام مع تغيير الادوار لكن هو الاسلوب اللي او طريقه اللعب المفضله لدى البرتغالي سوزا هي 4-3-3 كابتن سامي لنذهب لمباراه البحرين والكويت نعم. تحديدا من ضمن الحالات المسجله هي الدقيقه 18:45 تحدثنا نعم. فيه راح نشوف الفريق البحرين كيف يتمركز خلف الكره نعم بعدد وتقارب ما بين خطوط اللعب هذا نعم. شكل الفريق يسموه شكل الفريق بالدفاع نعم. فراح نشاهد من خلال هذا التمركز كيفية وضع الفريق البحريني في حال فقدانه للكرة نعم. فقريب نعم نشاهد دقيقة 18:45 كابتن بالضبط نعم. زيادة عددية عدة نظم بشكل صحيح في حال فقدانه للكرة نعم. انت هنا كمنتخب عراق كيف تتعامل مع هاي الحالة من يتنظم عندك فريق شوف راح نعم. نشاهد هسه الفريق البحريني باللون الابيض هنا نعم. فقد كره شوف الرجوع والتنظيم كم لاعب راح يرجع وكانما اكو خطوط مرسومه كابتن ممكن توقف شباب الحاله نعم خلي شويه تمشي نعم شوف اللاعبين 9 حاليا هنا انا وقفه وقف نعم. شوف الشكل هذا سموه شكل الفريق بالدفاع 4 مدافعين لاعب الارتكاز شوف امامهم و4 امامه نعم. يعني كم لاعب حاليا دي يدافعون نعم. دي يدافع ب 9 لاعبين صح خلف الكره هذا الاختراق وتقارب ما بين خطوط يعني مو متباعدين نعم. مراجعين بس مو متباعدين متقاربين هذا تقارب حتى ما يترك فراغات ولا ثغرات لا في منتصف الملعب ولا بالخطوط الأمامية كابتن يعني الحالة إذا ترجع من البداية وشاهدنا كيفية رجوع اللاعبين بس رجعوا رجعوا وكأنما أكو خطوط مرسومة داخل بالضبط. الملعب كل واحد يصير عليها كل لاعب يعرف دوره يعرف واجباته هذا نعم. عمل تدريبي بالضبط. منظم نعم. فكر المدرب هنا جسد بهذه الحاله في حال فقدان نعم. الكره شوف كابتن شوف الرجوع عوده الرجوع بالضبط نظموا بشكل صحيح شوف الوقت نعم. حاليا 10 لاعبين خلف الكره نعم صحيح فهذا هذا احنا ايش يحتاج بعض الاحيان تحتاج هجمتك ان تكون سريعه نعم. قبل اللي يرجع لازم الهجمه بعض الاحيان انت تستحوذ لكن يبدا استحواذك بطيء نقل الكرات يساعد من يساعد البحرين على الرجوع والتمركز صح. اكو صح. حالات لا تحتاج ان انت تسرع برتم المباراه حتى تستفاد من المساحات ويبدا هنا كيف الفكره تكون انت تخترق بها طريقه راح تخترق على الاطراف تفتح اللعب بالعمق هاي راح اذا كابتن احدى ايجابيات تنظيم الدفاع للبحرين حاضر بالهجوم المرتد بالنسبه للفريق والله اسوي شنتو شوف هنا ذا نوقف نعم. ينتظر هنا استخلاص كره بالضبط. متى ما استخلص بهاي الحاله حتى ينتقل الى الحاله الهجوميه ينتقل الى الحاله الهجوميه بسرعه بالضبط ممتاز اكيد كابتن رافد الدقيقة نبقى في مباراة البحرين والكويت الدقيقة 35 لغاية الدقيقة 35:45 ثانية اي هاي حالة يعني هجمة مرتدة بعد ارتداد راح تصير نعم. من ركنية ومناولة من علي مدن اللي هو ممكن يلعب مكانه كميل الأسود يعني مثل ما ذكرت حضرتك هي الأفكار وحدة حتى لو تغيروا اللاعبين نعم. يعني نفس الفكرة ما معقد الأمور كثير مدربهم راح نشوفه هنا من تنتقل الكرة علي مدن أو كوميل لعب ضدنا وراح يشترك حتى بهاي المباراة بالشوط الثاني نعم. هو اللاعب اللي ما يدخل الجانب ايه هو على الجانب لكن نعم. هو لاعب جناح راح نعم. يدخل بوسط الملعب لما يدخل بوسط الملعب يجي لاعب اللاعب اللي على اليسار على طرف اليسار الهجومي يدخل مع قلب الهجوم هاي الحال الآن ما عندهم هم لاعب يسار نعم. لاعب يسار يدخل على الهدف نعم. وين ما يلقى الثغرة يدخل به هاي فكرة واللي الحقيقة هو اللي سجل حتى علينا منها هدف طبعا. واغلب حالات البحرين اللي صارت علينا وحتى على الفرق الاخرى فيها خطوره هي من هاي الفكره في الثلث الهجومي اكو تنظيم في الثلث الوسطي اكو تنظيم في الثلث الدفاعي لكن في الامام عندهم هاي الفكره الاساسيه
واحنا يعني كان راينا يعني الفني كيف تعالجها مثلا سؤال يعني انا شو اسوي يعني حتى اعالجها. افضل حل هو مو التركيز على اللاعب اللي يستلم، تركيز على اللاعب اللي يمرر طبعا، لان احنا نعرف وين راح يتحرك. صحيح. هذا مدى يطلع على الجانب. اللاعب اللي يطلع على الجانب هو الظهير محمد حسن اللي ممتاز الحقيقه، ولذلك هو مخلي دائما محمد حسن يما لاعب يدخل بالعمق، لان محمد حسن هو اكفئ من ظهير اليسار بالخروج على الجانب. كابتن اكو سؤال ادخله، شوف هنا. نعم. هنا يصير شغلنا. نعم. احنا هنا ما صار لنا شغل، راح يطلع هدفنا. نعم. يعني هنا ما صار لنا شغل من صفاء وامجد، لان احنا قاريها هاي الحاله. نعم. يعني لو مفترض ان المنتخب قاريها بشكل جيد هنا يصير القطع. نعم. ما ننتظر علاء وما ننتظر لان هي حاله واضحه. المنتخب البحرين يعتمدها حتى لو غير اللاعبين، حتى لو غير هسه كل اللاعبين راح يعتمد هاي الطريقه بالثلث الامامي اللي هي الطريقه الخططيه الواضحه. احيانا في الثلث الامامي اللعب مو يعتمد فقط على الخطط والتكتيك، يعتمد على المهارات، مهاره اللاعب. ولذلك المهاجمين نقول احنا هم الاكثر موهبه. نعم. من اللاعبين الاخرين. بالضبط. يعني افضل لاعبي الوسط ممكن يخدمون الفريق، افضل. نعم. المدافعين، لكن المهاجم هو اللي يلقى الحل بالمهاره. صحيح. هو اللي يسوي الاشياء اللي ما موجوده على الورق. صحيح. احنا اللي موجوده على الورق هذا، وصار علينا قول بصراحه. نعم. وصارت علينا اكثر من حاله، وحتى على الكويت صارت نفس الحالات. علي مدن او كمي الاسود يدخل بالعمق، سامي الحسيني يدخل، علي عيسى يعني خرجه الحقيقه، هو منصف المدرب رغم سجل هدف الفوز. نعم. هو منصف اللاعب ما كان جيد. نعم. فنيا. وحتى الرميثي يعني اسماعيل عبد اللطيف افضل، ويوسف المحترف اجى افضل منه، فقراراته ايضا في اللاعبين رغم انه حصلوا له بطوله. نعم. شوفهم خارج التشكيل. نعم. صحيح. هسه ماكو، ما سمعنا، ما صار ضج عليه بالبحر. ليش طبعاً. طلع هذا وليش طلع هذا؟ مو هذا جايب للفوز على العراق. صحيح. يعني ودا على ملعبنا. فالحقيقه مركز المدرب، واحنا ان شاء الله نركز اكثر لو هاي الحاله. انا اعتبرها اخطر الحالات اللي بيها عمل خططي مرسوم. نعم. صحيح. اكو حالات تعطي الحلول واللاعب هو اللي يعمل الحل، يشوف يا حل افضل. نعم. وممكن هو يعمل حل انت ما معطيه اياه. هذا الثلث، هاي صعوبة الثلث الهجومي. هنا الحل، الحلول واضحة، لاعب طرف اليمين يدخل بالوسط ويتحرر بالوسط ويلعب للاعب اللي جاي من طرف اليسار يدخل بالعمق. حلو. مو للرأس حربة أصلا. نعم. أو الرأس حربة إذا نفذ. هذا السؤال يجونا كابتن سامي، تحدثنا عن طريقة أسلوب الفريق البحريني 4-3-3 وتطرق كثيرا بتفصيل أوفى كابتن راهد، ممكن أن نكون أسلوب الفريق العراقي مجابه لهذا الأسلوب أن نلعب ب4-2-3-1؟ ممكن بس اكو بيها واجبات تكون اللي هي. انت مثلا الواجبات احنا اكو كتله دفاعيه. نعم. شلون انت تفتح هاي الكتله الدفاعيه؟ نعم. اولا عن طريق عده طرق، اكو عن طريق فتح الملعب. نعم. يعني توسيع رقعه الملعب حتى تصير. نعم. مساحات للاعبين العراقيين. اوكي. وتنوع بالهجمه، يعني مو فقط تعتمد بس على فتح الملعب، لا، تصير مره فتح الملعب عن طريق الاطراف. نعم. مره بالعمق. بالعمق. نعم. اكو مسانده هجوميه تكون. نعم. توصل الكره. هم انا هسه اتكلم لك، عندي نقاط، اكو عندهم نقاط ضعف. نعم. نقاط ضعف الفريق البحريني في عمق الدفاع. عندهم. نعم. بطء، بعض الاحيان ما يتمركزون بالشكل الصحيح. انا مشخصها الحاله، راح ايضا لازم المنتخب العراقي يشتغل عليها، كيف نخترق من العمق. نعم. وكيف نفتح الملعب حتى نعكس كرات جانبيه. نعم. عندهم هم اخطاء بالدفاع، شويه بطء، تمركزهم ضعيف، يحتاج احنا مسانده هجوميه للاعبين، ونقدر ان نضرب بالثرو باص الكرات البينيه. نعم. ما بين مدافعين عتهم، لانه دوران شويه بطيء وتمركزهم، فصارت عتهم اخطاء في بطوله غرب اسيا في عمق الدفاع. خروا حال العراق والبحرين تم اشاره دقيقه 8 و44 هاي ايضا تعكس لك الفريق كيف يدافع في حال فقدان الكره. انا ركزت نقصد بيه الفريق البحريني، فريق البحريني كيف. نعم. من يفقد الكره هاي امام العراق. نعم. راح يكون شكله بالدفاع كيف راح يكون، نفس الحاله بالضبط شلون يشتغل امام الكويت يشتغلها حتى تكون راسخه. نعم. عد اللاعبين مالتنا بانه هم ينظمون بالدفاع. احنا شنو العلاج لهذه الطريقه؟ نعم. شباب كان جاهز. نعم. هاي الحاله كانت هنا. شوف الفريق. نعم. البحريني بالاحمر فقد كره هنا، كيف راح يتمركز؟ راح يرجع ايضا. شوف هنا احنا ايش نحتاج؟ احنا نحتاج حلول سريعه. نعم. فريقنا دائما يحضر، يعني عندنا هذا الاستحواذ جيد، نقل الكرات، بس نحتاج لنا سرعه. شوف الفريق البحريني هنا وقف. رائد استاذ رائد تقدر توقف؟ شوف راجعين كم واحد، ما يعطوك مجال. هنا. نعم. لانه ماكو مساحات، وقفتهم تنظيمهم صحيح، حتى لو نقطع الكره ترجع ياخذوها، لانه. نعم. من خلال عمليه عددية. نعم. التمركز الصحيح، التمركز الوقفه، واكو تقارب ما بين خطوط اللعب. شوف هسه اذا تنعاد عيته مره ثانيه، شوف كيف متمركزين بشكل صحيح فريق البحرين في حال فقدان الكره. نعم. ايضا بزياده عدديه. صحيح. 9 الى 10 لاعبين،
فهاي الحالة يحتاج لها حالة أخرى مضادة لهذا التكتل الدفاعي في حال فقدان الكرة. أما تسرع الرتم بعدين نفتح الملعب أو نخترق من العمق لكن بسرعة، هذه الحالة مرة ثانية. شوف هاي الحالة نرجع وقف بالضبط نفس الحالة الأولى أمام الكويت من فقدوا الكرة. شوف التنظيم مالهم أيضا أربعة مدافعين واحد قدامهم دولة أربعة كم واحد صاروا تسع لاعبين إلى عشر لاعبين في التنظيم الدفاعي الفريق البحريني في حال فقدان الكرة. هو ما يضغط للأمام على فكرة، ما يضغطون للأمام، ما يضغط ضغط عالي، لا يرجع وين ينظم للخلف، فما يترك مساحات، تنظيم جيد، يبحث على استخلاص الكرة والتحول السريع للأمام. فالحالة واضحة بالنسبة للفريق البحريني في حال فقدان الكرة يرجع ينظم بزيادة عددية. حلو كابتن رافد، ما زال الحديث عن هكذا مباريات، لكن اللي يهمنا في هذا الموضوع هو كيفية توظيف كاتينيتش حسب ما ذكر كابتن سامي أن يوظف لاعبي ارتكاز اثنين مثل ما يقولون في منطقة الوسط لغلق المساحات، وأكيد أن يكون الخطوط متقاربة بين خطي الوسط والدفاع، خاصة هم معروفين البحارنة بالارتداد السريع واستثمار أخطاء المنافس. هناك حالة مسجلة في الدقيقة 43 و40 ثانية طرقت لها للدقيقة 44 و35 ثانية. هسه هاي تبين ان كيف ممكن ينضرب هذا التمركز السليم اللي بعدد وبالمسافه دائما محسوبه صح بين خط الدفاع وبين خط الوسط اللي دائما هم متنظمين بها الحقيقه. مبين شغل المدرب يعني ممتاز في هذه الحاله. هسه حتى لو كبرت المسافه ماكو لاعبين بين الخطوط للمنتخب الكويتي، فقط كان لاعب بدر المطوع اللي يتحرك بين الخطوط، واللي ممكن ليش؟ لان لاعب متحرر، لاعب ما يعتمد فقط على الورق يعني، لا هو عنده حلول ايضا، متحرر ويعرف كيف يتحرك وكيف يمر. راح نشوف هاي الحاله شلون راح نضرب عمق العمق. يعني رغم التنظيم، في تنظيم هنا هسه ما عندنا يعني نشوف المنتخب البحريني كل حركته بالدفاع سليمه، يعني يتحرك كل ما يتحرك المنتخب الكويتي هو ايضا في حركه ايجابيه. فنشوف هذا شلون نضرب هذا التنظيم، ممكن شلون نضرب هاي الحاله. شوف هاي الحالة راح تنفقد، استردينا الكرة هنا ضربنا الفريق. نعم صحيح. وهنا هدف هذا. نعم. هذا هدف. هدف محقق. أي نعم. ليش؟ من وصلنا لقوس الجزاء هنا ولا زلنا نمرر، هسا المنتخب الكويتي ما سرع. نعم. من فقد الكرة أيضا استردها هو عين قوس نعم. الجزاء. صحيح بالضبط. ولذلك كان التمرير سهل على حامل الكرة. لو الشيء المهم، الشيء المهم جدا يعني اللي يمكن هو مو خططي ولا تكتيكي، يمتى العب الكره هسه راح ترجع باستردادها اسرع او ابطا. نعم. من اللي يقرر؟ نعم. يقرر المسافه بينه وبين الحارس. نعم. المناوله، انا اتكلم عن المناوله، مناوله دقيقه. نعم. كانت مناوله روعه. نعم. لان ليش؟ لان على خط الجزاء لعبها بدقه ما لعبها بسرعه. الان يعني انا احنا نطلب من اللاعب يلعب المناوله سريعه 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 على قدم اللاعب. نعم. في هذه الحالات المناوله اذا راح السريعه راح تروح للحارس، صعب المهاجم يتقاطع معها. صحيح. صعب جدا، لكن هو لعبها بالمكان المناسب وحتى بالدقه والقوه المناسبه، مو قويه كثير المناوله يعني. لا هسه راح نشوف لما تنفقد الكره، وهذا يعطيك يعني يعطينا درس اخر انه ممكن ضربهم من العمق مع التنظيم. يعني ما نظل نيأس احنا من المناوله والتمرين. شوف بين اثنين لاعبين عمق دفاع مناوله دقيقه ضربهم اثنينهم اللاعب. صحيح. المهاجم وضيع فرصه هي هدف كان ممكن. احنا قابلنا الكويت يمكن مو البحرين. نعم. لو هاي مسجله. صحيح. اللي اريد اوصل انه حتى من العمق ممكن ضرب. اكيد لو كانت هناك دقه. نعم. في التمرير. نعم. واسترداد للكره. نعم. بعد فقدان. حلو نبقى في مباراه البحرين والكويت. هناك. نعم. حاله مسجله في الدقيقه 49 ثانيه. هنا انا تكلمت على التمركز بالدفاع، راح نشاهد الفريق البحرين كيف يهجم، تحولات السريعه للبحرين. حلو. خطوره البحرين وين تصير على شكل محطات سريعه بالضبط يعني. نعم. هسه امام الكويت. نعم. شوف هاي الحالة قطع انتقال. نعم. هنا دائما يبحثون على ضرب خط الظهر من خلال الانطلاقات السريعة للأمام. شوف راح نعيد الحالة نوقف. شوف اللاعب منين انطلق؟ من منتصف الملعب. وين راح؟ خلف خط الظهر. نعم. صار بيها تسلل بس أغلب الهجمات بهذه الطريقة يعني. صحيح. يستلمون يطلب الكرة بالمساحة الفارغة اللي خلفه. شوف التحضير مو تحضير. نعم. ما ينقلون كرات يعني. نعم. استحواذ بطيء نقل لا نقلتين الثالثة للأمام نعم. من خلال التحركات بدون كرة. من اللي يتحرك بدون كرة؟ ثلاثي الهجوم. نعم. ثلاث مهاجمين من يصير كرة بالوسط رأسا تحرك وين؟ خلف خط الظهر. صحيح. يعني خلف الظهير اليمين خلف قلب الدفاع راح توصل كرة. كابتن شاهدنا تناوب في هذا هو تناوب. نعم بالضبط تناوب. مهاجم ينزل ومهاجم. نعم بالضبط انسجام ما بين حركة المهاجمين. نعم. ولاعبي الوسط
فكثير كرة شوف هسه هذا أول ما استلم تحرك وين هذا إسماعيل نعم. انطلق بهذا الفراغ صحيح. يعني وصلت للكرة فهذا خطورتهم بهاي الحالات من خلال تنظيم قطع ثم تحول سريع للأمام. إذن يجب على اللاعبين أن يكون تنظيم ومراقبة جيدة جيد وعمق بالضبط. تأمين عمق بالدفاع بشكل صحيح نعم. تأمين عمق والتمركز يعني أبد ما بيها مجال للخطأ تتمركز صح تأمين عمق ووقفتك صحيح وعملية الضغط تكون حاضرة حتى من ترك ثغرات في حلو خاصة من توقع أن يلعب بحق. أن يلعب البرتغالي سوزا مدرب المنتخب البحريني بأسلوب 4-3-3 يعني في حسابات دفاعاتنا العراقية بإذن تعالى شوف التشكيل من سيختار كاتينيتش يعني خليهم في بالهم اللاعبين هناك ثلاث مهاجمين أكيد. على أقل تقدير سيكون تمركزهم قريب من خصوصاً من تنظيم الدفاع أكو شغلة مهمة أن ينتبهوا لها كثير حالات يوسعون عرض الملعب نعم. فإحنا عندنا خلل من يتوسع عرض الملعب نعم. هنا أكو مشكلة ماكو تناغم ما بين لاعبي الوسط نعم. والظهير اليمين نعم. أو اليسار نعم. فمرات من ينضم على أمهاوي صير فراغ وراء على أمهاوي المفروض يجي لاعب من لاعبي الوسط يغطي هذه المنطقة صحيح. صار عندنا أكثر من مرة ثغرة نعم. صحيح. حتى يتمركز على أمهاوي صح لازم يجي واحد هدف البحرين كان هو من هذه الحالة من هذه الحالة نعم. هاي ينتبه نعم. عليها لأن صارت بها أخطاء علينا بهذا التمركز يجب مساعدة لاعبي الوسط للاعبين الأظهر الظهيرين إذا كان يمين أو اليسار إن شاء الله كابتن رافد دقيقة 48 لمباراة البحرين والكويت لغاية دقيقة 50 و12 ثانية أي هاي راح أيضا تبين أن ممكن ضرب عمق الدفاع البحريني خلينا نشوف نفس الحالة نعم. وراح يبين شكل تنظيم الدفاع يعني اللي تحدثنا عنه ووضحها أيضا كابتن سامي بأكثر من حالة التنظيم يعني للحالة الدفاعية شوف هسه في العمق وصلوا دافعوا حتى يدافعون دائما على الستياردات حتى معانا كثير حالات صارت بهالمستوى يعني يدافع ما عنده مشكلة ينسحب ويدافع الآن في منطقة هذا المهاجم استقبل راح تصير أيضا ارتداد للكويت أو هجمة منظمة للكويت وكيف يوصلون لعمق المنتخب البحريني اللي هو أيضا منظم في حالة أنه المسافات بين المسافة بين خط الوسط والدفاع كانت أيضا محسوبة هذا علي مدن تحدثنا عنه اللي دائما علي أو كميل الأسود اللي هو أعتقد يعني حتى أميز منه لعب ضدنا هو أشرك هذا ضد الكويت لكن بنفس المواصفات وبنفس الفكرة أنه كيف يدخل لعمق الملعب لكن هاي الحالة خلي تمشي حتى نشوف كيف ينضرب أيضا عمق الملعب أيضا من حالة تماسك دفاعي مع خط الوسط وهاي أصعب حالة الحقيقة يحتاج لها أحيانا حل فردي جرأة قرار لكن ضمن سيستم ونظام اللعب طبعاً. والمحافظة على الكرة مو فقدان راح يقطع هنا راح يسترد هاللاعب الكويتي هنا الكرة بدل المطوع اي هو هذا بدل المطوع اللي هو عنده جرأة شوف بالدخول وبالاستقبال وحتى بالفكرة بفكرة نقل الكرة هاي اكثر شوف راح يفكر بالعمق الان ما عنده كل مشكلة وافضل مناولة نعم استقبالها فقط خطأ لو يستقبل حتى بدر وصل له نعم لان بظهره هذا شاعر به لو يستقبل حتى بدر ممكن هو يصير الحل على التسجيل يعني اللي نريد نوصل له انه مرة اخرى احنا منتخبنا المفروض ياخذ كل الحرية هنا نعم لكن وين امتى تاخذ الحريه لما تكون عندك ثقه بالدقه المناوله نعم احنا شوي اذا علينا نمتلك سرعه التمرير الى امام وهاي النقطه الاهم لا بالضبط دقه التمرير وسرعه التمرير الى امام السرعه تنصدم بالتمرير لما يصير تكتل بالدفاع نعم لما تصير سرعه ايش راح يصير خطا نعم احنا لنفترض ما راح نعلي الايقاع جدا عالي نعم. حتى ما نفقد الكره مثلا صفاء امجد حسين جوستن أي لاعب نعم. آخر أحمد أي لاعب آخر أنت أهم شيء تحافظ على الكرة نعم. أهم شيء تحافظ لكن هذا ما يعني أنت ما تقدر تضرب العمق ما يعني حتى لو العمق متماسك متى ما تكون عندك ثقة بلعب وأخذ الفراغ من المهاجم نعم. إحنا صارت عندنا مشكلة بأخذ الفراغ من المهاجم أيضا الحقيقة يعني المهاجمين ما تحركوا خلف الدفاع نعم. بالسرعة المطلوبة نعم. كابتن سامي دقيقة 22 و 25 ثانية مباراة البحرين والكويت نعم نفس الحالة خطورة الفريق البحريني يعني أتكلم على خطورة الفريق البحريني بالتحولات السريعة هنا قطع كرة تحول سريع للأمام شوف هاي الحالة نفس الشيء كرة خلفي مدافع شوف هنا انفراد راسن واجه بالضبط وين تحرك إسماعيل بالفراغ اللي خلف عمق الدفاع نعم. وصلت للكرة نعم. فهذا خطورة الفريق البحريني دائما الاختراقات والتحركات ما بين اللاعبين ما بين اللاعبين نعم. يعني تحرك ما بين قلبي الدفاع بالفراغ راح توصل للكرة خطورة الفريق البحريني لأنه مشتغلين على هاي كثير مشتغلين وحافظيها فصار انسجام وتناغم ما بين اللاعبين على هاي الحالات خليه يعيدها مرة ثانية حتى تكون يعني واضحة
شوف هنا استخلاص، ما راح ياخرون يعني استحواذ نقله واحده. شوف للامام وين، شوف حركه المهاجم اسماعيل مع المدافع، يعني ما مامنين عمق دفاع الفريق الكويتي، فانضربوا بهالحاله باص واحد دول كلهم خارج اللعب، ولا هو تنظيمهم كان ضعيف، ماكو تنظيم دفاعي بالنسبه للبحرين، وقفتهم غلط. فهنا صار اختراق، استفاد اسماعيل من الفراغ خلف خط الظهر، وصلت له الكره بالمكان المطلوب 100% صحيح. شوف هنا استقباله للكره مع حركه اللاعب صارت الكره امامه، صحيح هذه الخبره وهذه الحركه الصحيحه. راسا واجه الحارس، بس هو كان ينقصه فقط شنو اللمسه الاخيره، الفينش الاخيره كانت عنده ضعيفه. كل الاشياء سواها صح، بس هاي اللمسه كانت يعني يحتاج لها بعد دقه وتركيز كابتن. نعم، فهذه خطوره الفريق البحريني، وعداني ايضا بعد حاله راح تكون ايضا في عمليه المهاجمه كيف يهاجمون بالثلث الهجوم. اكيد الصراحه يعني مر عليها كابتن رافد الدقيقه 52 و25 ثانيه مباراه البحرين والكويت، واسلوب طريقه نقل الكره الامام بالنسبه لي الفريق هذا توضح انه دائما لما يصير بالهجمه اللي مو مرتده، يعني بناء الهجمه اللي متسلسله، شوف دائما عندهم لاعب وسط ايضا يدخل مع المهاجمين. هذا لاعب الوسط يربك تنظيم خط الدفاع وحتى يعطي فرصه للمهاجمين تمركز افضل، يعني دائما لاعب وسط بالحاله اللي شوف هاي الحاله لو تنعاد هي لو تترك، اكو لاعب وسط يدخل دائما مو لاعب الارتكاز، يدخل راسا بمنطقه الجزاء مباشره، يدخل بمنطقه الجزاء فيسمح لاسماعيل واي الحسيني واي لاعب اخر راح حتى ياخذ تمركز افضل. اذا جميع توجيهات سوزا كابتن في التكتيك الجماعي والتكتيك الفردي، اكو زياده عدديه في الدفاع وبالهجوم، شاهدنا هذه الحاله، لاعب اجى وكانما رجل خفي اجى من الخلف بالضبط واجه المرمى وواجه انه يزيد هذا بالضبط اللعب. زياده في الدفاع وزياده بالهجوم. ايه احنا كنا نفتقدها حقيقه، يعني عندنا صفاء وعندنا امجد كانوا ما يروحون بالوقت المناسب بدون كره بسرعة وقت دخلون يوصلون، يعني واصلين للثلث الهجومي، دائما هم في الثلث الهجومي ضد البحرين. لكن بطلب الكره بدون كره لما الكره بالتمرير يعني من اي كره من الجانب ما يوصلون للمنطقه المناسبه اصلا لاستقبال الكره من ظهير او لا، او يعتمد على المهاره والحلول الفرديه بالنسبه لهم. نعم كابتن سامي، هدف البحرين على العراق مباراه نهائيات بطوله غرب اسيا والدقيقه 36 و5 ثواني، هذه ليش نعيدها حتى ما تتكرر؟ طبعا يعني من تعيد الخطا حتى ما يتكرر، وليش نسمي احنا تكرار؟ اي لان هذا صوره واضحه، انت خطأت بحاله كلفتك هدف وبطوله بالضبط، يعني عمليه التمركز والقطع والتنظيم، فهاي الحاله يجب ان ما تتكرر ونعالجها من خلال المباراه، تكون راسخه بذهن اللاعبين. اكيد هو المدرب شوفها لهم هذه الحاله، ومن هنا حاله الاختراق اللي تكلمنا، منين انطلق هذا اللاعب والتمرير كابتن ايضا تمرير وانطلاق لاعب لا، هذول ثلاثه قلت لك عليهم المهاجمين، كل الشغل سووه ثلاث مهاجمين من خلال توصيل الكره من لاعبي الوسط وانتقالات للامام، استفادوا من الفراغات الموجوده بدفاع الفريق العراقي. هاي الحاله يجب ان ما تتكرر من خلال عمليه الضغط وعمليه التمركز الصحيح، وما نترك هاي الثغرات، وايضا عدم التمرير من لاعبي الوسط، لاعبي الوسط يضغطون على اللاعبين اللي يوصلون الكرات للمهاجمين. الكرة انت لا تعطي مجال ورؤيه بان يوصل الكره للمهاجمين بشكل صحيح، لازم يكون عمليه الضغط حاضره حتى لاعب الوسط ما يلعب بدقه متناهيه ودقه براحته يلعب. فكل هاي اشياء مهمه، يجب ان لاعبنا مباراه باكر ان ينفذون هذه الواجبات. شوف هذا المفروض صفاء ما يخليه يلعب براحته، اللاعب الوسط نقل كرة، هذا اللاعب نفس الشيء، جاء لاعب اخر هذا تكلمت عليه، كيف يكون تعاون ما بين لاعب الوسط وحتى مع علاء مهاوي حتى ما يروح يضطر يروح علاء يترك مكانه ويروح للوسط يغطي، لا لو اكو لاعب ممكن يعني يصير موازنه بال باي الحاله. قبل قليل قلت لازم اذا علاء انضم المفروض مهدي كان هنا في المباراه، واي لاعب ممكن ان يكون في التشكيل يكون يغطي خلف هاي عمليه مهمه، وانا متاكد فريق البحرين راح يشتغلون على فتح الملعب، يعني هاي لازم احنا نعالجها. هاي اللي قلنا عملهم في الثلث الهجومي، لاعب اللي طرف على اليمين يدخل في وسط الملعب ويمرر بعمق الملعب اللاعب اليسار، وصلت لكن بمرحلتين صارت. خلينا نعيدها، فقط نعيد الهدف، خلينا نشوف من راح صفاء امجد شلون كان يصرف، يعني نفس الحاله خلينا نعيدها، خلينا نشوف امجد ليش ما كمل مع صفاء، لان لاعبين الارتكاز قبل هاي الكره قبل هاي، يعني احنا نفكر دائما بشلون صارت. طبعا تكلمنا عن علاء مهاوي لازم يقطع وصل او لازم يتأنى،
هذا يعني أنا معه يروح ومعه يقطع. هو أنا عندي مشكلة بعلامة إنه ما قطع الكرة ووصل لها، ما عندي أي مشكلة بالتمركز مال علاء، لكن عندي مشكلة لما صفاء راح اللاعب دخل بعمق الملعب بالوسط قبل التمرير، أمجد ليش ما راح معه؟ كان ماخذ منه، كان شي يسوي؟ الكرة هي المهمة. يعني في 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 الدفاع أهم شيء الكرة، هي تحدد حركة اتجاه الدفاع. مو اللاعب، مو اللاعب ما عدا كرات ثابتة أو كرات عرضية أو طويلة، كل اللعب الآخر في الملعب هسه هنا. خلينا نشوف أمجد. هذا صفاء، وين أمجد؟ وين أمجد؟ أمجد ورا صفاء، يروح مع صفاء. الآن ماكو بظهره لاعب، هو خايف من منو؟ منو بظهره لاعب الآن؟ كل المس، شوف منو بظهره لاعب؟ أمجد هنا على الكرة مع صفاء. أولا لو متقدم كان قطع التمرير، وكان ما مرر، لو ما واصل، لو واصل يقطع هنا. هالي حالة يعني أنا هذا بس كابتن سامي، هذا الشغل اللي يوقف الهجمة اللي مرسومة خططيا ضد المنتخب البحريني، مرسومه خططيا انه هذا التحرك خططي. اما اشياء اخرى تعتبر ايه هاي. انا اريد من امجد هنا اخذ منه، ليش ما يكمل على الكره؟ راح صفاء راح على الجهه، هم اثنين ارتكاز قاسمين الملعب، لما صفاء قريب على اليسار امجد على اليم. بهاي الحاله اشرح شوي، احنا دفاعنا الان مو ما متنظم، احنا دفاعنا الان متنظم في تنظيم، لكن امجد ما اخذ، كان يفكر بخصم، ما كان يفكر بالكره، يعتمد على صفاء يبقى مع الخصم. لا مو هذا، مو قلت لك هذا كومي الاسود تحدثت عنه او علي مدن، ذول ما يجون بالعمق، ذول هم يجون بوسط الملعب حتى يمررون. هي هاي الفكره، هاي الفكره احنا شوفناها قبل هاي الحاله، مو شوفناها ضد الكويت؟ صح بالضبط، ثلاث حالات او اربع حالات، نفس الحاله نفس الحاله. حتى سعد ناطق كابتن هسه هذا قطع سعد كان بعيد شوي، هو القطع من هسه هنا وصل لها، هو هو وصل لها لكن ما قطعها. الان وين مشكلتي؟ شوف شوف امجد، امجد الان ما اخذ خصم ولا اخذ كره، الافضل وين يروح من البدايه؟ على الكره كان ما صارت هاي الحاله. كابتن سامي خلينا نسمع رايك من الحاله الاولى. عمليه الضغط بالنسبه للصفاء وقفت امجد هنا بالارتكاز، احنا نلعب اثنين لاعب ارتكاز صفاء وامجد، صفاء وامجد تمركزهم خاطئ، ما يصير امجد يصير خلف صفاء، لا انه وقف بشكل عرضي مو طولي، عرضي. من يروح صفاء يضغط يتحول منه للخلف بمترين أمجد. حتى من تلعب الكرة للاعب الثاني أمجد يطلع يلحق واحد، شلون وقفة صحيحة نادى تمركز، حتى من تسمح مجال أكو فراغات للتمرير يصير. عملية الضغط الأولى كانت من صفاء خطأ، تروح عليه مباشرة وتقطع المسار، وأيضا تمركز كان أمجد عطوان يكون قريب على منو؟ على صفاء. حتى التردد في اتخاذ القرار من سعد كثير ترددية، يعني هاي حالة بيها من البداية بيها أخطاء كانت. كابتن دقيقة 40 و55 ثانية بالنسبة لكابتن رافد سالم لغاية دقيقة 55. إيه من 55 إلى 55 و40 ثانية. نعم. هاي فقط الركنيات كيف يلعبوها. شوف راح نشوف من يلعب الركنية خلي يوقف، من يلعب من تطلع الكرة، خلي نشوف كم لاعب الآن. 6 لاعبين هم يدخلون في منطقة الجزاء، 6 لاعبين كل حالاتهم. نعم. يدخلون بست. القريب على العمود القريب وعلى هذول 6 1 2 3 بالامان 3 راح هذا لاعب من اللاعبين ياخذ العمود البعيد هذا يبقى متمركز يم الحارس لاعب احد اللاعب هذا اللي طبعا كل الحالات هاي 6 لاعبين هنا. احنا شوف الكويت بكم لاعب يدافعون اصلا ما متنظمين، كان ممكن يصير هدفي حتى المنتخب ما متنظم. طبعا احنا ما صارت يعني علينا حالات خطره، لكن هذا فقط نموذج للكره الركنيه اللي يعيدها يعني يلعبوها مباشره اغلب الاحيان اكثرها يعني اغلب مباشر بست لاعبين، احد اللاعبين قريب على الحارس واللاعب هذا ياخذ العمود، لاعب الطويل العمود. شوف هاي الحاله، لاعبين على الستة لاعبين، وهذا اللاعب رقم 2 دائما اللي او غيره ممكن يلعب ضدنا راح يروح بهذا الاتجاه حتى يكون غير مراقب في بعض الحالات. كابتن سامي، مباراة العراق والبحرين دقيقة 13 وثانيتين. أتكلم أيضا عن التنظيم الدفاعي والأخطاء بالتنظيم الدفاعي اللي يجب أن يعني أكيد شخصت وما تتكرر. هنا بالنسبة للفريق العراقي أكو أخطاء كانت واضحة بالدفاع، هنا هذه العملية مهمة. هنا لو كان الاستقبال جيد كان وضع يختلف. يعني تكلمنا على مساعدة علاء مهاوي، إذا ترجع الحالة من الأول شوف لازم يجي واحد من هاي باكر راح يشتغل عليه الفريق البحرين، وراح تذكر دكتور راح يفتحون الملعب، فيجب مساندة علاء مهاوي أحد لاعبي الطرف اللي يلعبون وسط، يجون يغطون منطقة الجناح إذا تكون الكرة بعيدة. إذا تكون الكرة على جهة اليمين يجب تغطية جهة اليسار
يكون لاعب يسوي موازنة ما بين علاء وما بين اللاعب المنافس الآخر اللي راح يفتح الملعب، اللي راح تنقل وحدة اثنين الثالثة للاعب البعيد. فعلاء صعب يروح على اللاعب البعيد، فهاي ثغرة راح تكون، هو ينضم وصعب أن يغطي بنفس الوقت، أي لأن راح تصير تغطية. فيراد لاعب من لاعبي الوساط يسوي موازنة من تكون الكرة عند البحرين، جهة اليمين يسوي موازنة على جهة اليسار حتى يلحق من تنعكس الكرة على اللاعب البعيد. هاي الحالة كابتن هنا شوف هذا منو اللاعب القدام علاء، اللاعب القدام علاء وقفك اللي هي مهدي كامل كابتن مهدي. قبل لا تلعب الكرة كان مهدي وين ما ينضم للوسط، يجي هنا يسوي موازنة خلف يعني قريب على الوسط وقريب على من على علاء، يكون بين علاء وبين الخصم، بين العلاء وبين الخصم بالضبط يعني وحتى شوي للأمام يعني حتى ما يصير خط واحد مع لاعب يقدر حتى يوازن بالوسط. فمن تلعب الكره ما يطلع حتى ما يضطر على يطلع للاعب البعيد، يروح لمنه لاعب الوسط ويبقى على يغطي اللاعب الوسط. لو استلام كان استلام لو كان مثالي كابتن يروح امامه يواجه حق جلال، هو دخل بالجزاء يعني خطوره. فهاي الحاله يجب ان تتعالج بدقه متناهيه وبها واجبات للاعبين الاجنحه لاعبينا لاعبي المنتخب من راح يكونون حتى على جهة ثانية جهة اليمين أيضا كيف تكون معكوسة بالضبط. نعم إن شاء الله. كابتن رافد دقيقة 64 و48 ثانية من مباراة البحرين والكويت. هي هاي أيضا تحدثنا عن لاعب الوسط اللي يدخل، هاي أيضا توضح يعني بالهجوم اللي مو مرتد، هو يعني بالهجمة اللي عملوها أحيانا بشكل، هم ضد الكويت لعبوا كثير من هاي الهجمة ضدنا فقط مرتدة. شوف هاي لأن يعني كان هذا اللاعب الوسط اللي يدخل دخل في الكرة الآن حتى يعني ما عنده مشكلة، دخل وسدد إسماعيل ضيعها. القلب الهجوم هنا دائما متمركز قريب بالستياردات بعمق الجزاء في وسط الجزاء دائما إسماعيل في كل الحالات. هذا لاعب الوسط اللي سدد هو اللاعب اللي يعطي واجب أكثر من سيد ضياء وأكثر من علي حرام وأكثر من الحردان، يعطي دخول ممكن أن يشترك محله يعني أتوقع يعني المالود، أتوقع يعني عبد الوهاب المالود اللي هو أصلا لاعب عنده قدرات هجوميه بالاساس. صح بالاساس بالضبط. كابتن سامي مباراه البحرين والكويت والدقيقه 21 و23 ثانية. نعم احنا تكلمنا على ثلاث حالات، تمركز الفريق البحريني خلف الكره نعم شفناها، وتكلمنا على حالات التحول السريع للفريق البحريني نعم. حاليا راح نتكلم على نقاط ضعف الفريق البحريني اللي هو عمق الدفاع، تمركزهم وبطئهم في عمق الدفاع. هاي امام الكويت شوف الحاله هاي راح تكون، راح نضرب عمق الدفاع من خلال تمركز وايضا البطء في العمق، فيجب ان نشتغل مناولات بالعمق المؤثره، تكون مؤثره بالعمق بالارض وتحرك المهاجم معها. شوف هاي الحاله نعم اشتغلوا عليها الكويت يمكن اكثر من مره حصلوا كرات كرتين ضربوا العمق ونجحوا بها وصلوا هاي المكان. هاي يجب تفعيلها من لاعبين الكرات، حركه المهاجم بدون الكره وايضا دقه الباص خلف خط الظهر بالنسبة لمن للمهاجمين العراقيين. كنا قلنا النقطة العمياء اللي تكون خلف المدافع. هاي احنا ننوع نفتح الملعب مرة مرة وابادر من العمق نعم بالضبط حتى تصير تنوع بالهجمة. إذا اشتغلوا مثلا انتبهوا على حالة معينة وقدروا يغلقون نشتغل على العمق، العمق بنقاط ضعف هسه أكثر من حالة راح تجيك الحالة الثانية أيضا نفس الشيء. ضربنا نضرب العمق بالنسبة لفريق البحرين. شوف الإعادة تمركز شوف هاي الإعادة. اي لاعب هنا يستلم لازم حركه المهاجم تكون سريعه خلف خط الظهر خصوصا مع اللحظه هسه مع الحركه 30 يارده ممتازه مع الحركه مع حركه الكره باص لازم يعني مع حركه اللاعب حركه الكره تكون شوف حركه مضبوطه مع تمرير اكو حركه للمهاجم. هذا نحتاجه على يسموه التناغم ما بين اللاعب الوسط والمهاجم، مشي اشوف الحركه شلون كانت 100% صحيحه مع حركه المهاجم وصلت وين، صارت الكره امام المهاجم واجه المرمى. نعم واغلب مهاجمينا كانوا يطلبون الكره امام خط الدفاع صحيح مو يطلبوها مو خلف المدافع ابدا بالضبط. يمكن الاسلوب كابتن 4-1-4-1 هو سبب ممكن لا تساعد التحول تساعد يعني في الدفاع المنافس تحضير لقلب المهاجمين يرتاح ودائما انت امامه ما تقلقه ما تستلم خلفه ما تريد الضربه اصلا يعني خلي يستلم غير ما يستلم كرات ماكو مشكله بالنسبه تستلم خلفه وامامه حسب المسافه. كابتن رافد دقيقه 64 و48 ثانيه مباراه البحرين والكويت. اي هاي راح توضح ايضا اريد يعني انا مركز هوايه على الحاله اللي يقوم بها المدرب من ناحيه الخططيه بثلث الهجوم. نفس الشيء تغير علي مدن اللي شوفنا اول حاله يلعب كره في عمق الملعب الان كوميل الاسود راح يشتغل نفس الشغل وحتى ضد الكويت
هو ايضا في الهدف علينا نفس العمل 67 و30 ثانيه أي. نعم نفس الشيء يعني الى راح يدخل من هذا راح يدخل شوف هذا هسا دخل الان شوف وين راح يدخل راح يدخل راح يدخل راح يدخل نفس العمليه دخل لاعب الطرف اليسار صحيح. يصير هو المهاجم صحيح. يترك هو رأس الحربة صحيح. رأس الحربة شغله فقط يخلق قلبي الدفاع يصير بنصهم فقط ما يريد يستخدم زيادة عليه في الثلث الهجومي وكل لاعبين خلف من 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 نعطى من قلب الدفاع انشغله والاثنين قلبي الدفاع صحيح. برأس الحربة نعم. بسهولة يشغلهم نعم. هاي المنطقة صحيح. بسهولة يبقى الظهير كيف يغطي هاي المنطقة أنا وين كلامي أنا وين قصدي إحنا نعالج هاي بكل الأحوال راح الظهير يصير عنده مشكلة لأن المساحة راح تتوسع شوف الحالة مرة أخرى ايه واللاعب بكل الأحوال يعني هاي شوف من وراح يمرر وترك مهام راح ايه تاخذ نفسها نفس غير لاعب بس نفس نعم. الفكرة نعم هذا اللاعب صعب تغطيته شوف حتى على الظهير كنا نحكي على 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 احنا الأفضل نقطة هذا اللاعب اللي في البداية نعم. احنا هذا يعني نعم. إذا ظهير يجي معاه ظهير إذا الظهير حيده ودخله على الوسط الارتكازي يواجهه بقوة الآن ما يعني ما يتعامل انه معاه مع الكره فقط يحيده راح يناول راح يبتعد عنه ما عنده مشكله لان هو المدرب شي يريد منه اهم شيء الضغط قبل التمرير ايه المدرب شي يريد منه ما يريد منه اختراق الان يريد منه مناوله بالضبط فهو شي يسوي يبتعد عن اي لاعب يواجهه صحيح. فلاعب الارتكاز هنا يجي عليه مثل ما صارت مع صفاء وامجد علينا نعم. نفس الحاله هي فكره واحده في الثلث الهجومي الباقي ايضا تعرف قدرات لاعبين تحركات نعم. يعطي حلول وما تنجح المدرب صحيح. هاي الفكرة الأساسية اللي يعمل عليها المدرب بالعمل الخطط الواضح بالتحرك بدون كرة يعني هذا حتى بالكرة يعني يدخل بالكرة يلعب كرة دخل عمق الدفاع اثنينهم جابهم نفس الحالة اللي صارت علينا نعم. صحيح. أحمد وسعد كانوا منشغلين بلاعب مهاجم صحيح. حتى سعد نعم. كان يغطي المهاجم لأن اللعبة ما نقلت فبقى على بمفرده لو احنا قاطعين لو امجد عطوان مشتغل صح مع صفاء او صفاء لاعب قوه على الكره كان تلافينا هاي الحاله صحيح. فان شاء الله المهم يعني الضغط قبل التمرير نتمنى انه هاي الحاله ما نشوفها من في وسط الملعب يصير القدم كابتن سامي دقيقه 65 و5 ثواني ضعف عمق العراق والبحرين هاي ايضا اتكلم على عمق فريق البحرين عمليه شوف هنا لعبنا مباراة معاهم ايضا انضربوا عمق الدفاع مجرد خلال يعني بالرأس من بس ارتقاء على عباس بالضبط سريع راح شوف هنا بس انتقل من انتقل مهدي نعم بس انتقل مع حركة الكرة والرأس هنا راح واجه الجول نعم عندهم عمق دفاع ضعيف عيته مرة ثانية شوف الكرة شلون راح انفرد جول هاي نعم فنشتغل على الحالات نركز عليها الكرات البينية مهمة مع حركة المهاجم يجب ان يتحرك مهاجم بدون الحركة الكرة ما توصل بدون كيفية تكرار هكذا حالات في المباريات كابتن اهم شيء يفعلها بالتدريب ويعطيها واجبات شوف هسه هاي الكرة هي رغم هي كرة عالية من الحارس مباشرة اي شوف بس صار اختراق بها لانه اكو حركة مهدي انتقل شوف بسرعة مهدي صارت الكرة امامه حتى المناولة بالرأس ممتازة جدا مشي شوف شلون حركة هنا واجهة مهدي ضربوا العمق بعد ما عندهم عمق دفاعي بس كان ايضا تكلمنا على الدقه لمسه والفينش التكنيك بالضبط بالنهايه كان المفروض هاي تكون جول فنفعل هذه الجوانب انا هسه بالحالات الهجوميه راح اتكلم على الحالات الهجوميه طلعت عده حالات من عده يعني مثلا من التسديد اكو حاله الحل الفردي اكو حاله العمل الجماعي اكو حاله ذن نفعلهن الحالات يعني عده حالات وحتى فتح الملعب اكو حاله هجوميه للفريق العراقي حلو. فراح نشاهدهن بس يراد لهن تفعيل ونهايات صحيحه ان شاء الله ان شاء الله كذا واهم شيء النهايات كابتن رافد دقيقه 69 و 49 ثانيه مباراه ايضا البحرين والكويت اي هاي ايضا نفس العمليه هسه الدخول راح يدخل لاعب الطرف كوي. اليمين في نعم. الكره راح تمشي الكره الان شوف هجمه نفس الشيء اللي اللاعب اللي يلعب على طرف اليمين كميل الاسود الان وعلي مدن شفنا حالاته شوف استلم الكره من مجرد ان يدخل وما يريدش دخل سوى زياده بالطرف الاخر انا اذا هذا اللاعب اريد نقطعه بهالمكان هذا لان هو رجع استلم كل الخطوره نعم. يعني كل الخطوره نعم. من هاي الحاله الخططيه لان لاعب طرف اليسار سواء الحسيني او لاعب غيره علي عيسى اللي انبعد ما اعرف من راح يلعب يعني مباراه بكره نعم. توقع سامي الحسيني هو اللاعب اللي يفتح الملعب نعم. هو مو اللاعب الخططي اللي يمول هو اللي يستقبل فلذلك يمتاز بسرعه اللاعب اللي يمول
هو يا أما كوميل الأسود، والحقيقة لاعب جيد ممتاز، وعلي مدن أيضا لاعب جيد وممتاز، اللاعبين الحقيقة حتى يعني محمد الحزام يعني بالضبط يجيدون ما يطلب المدرب. صحيح. أولا ما متهورين، ما يعملون أشياء يعني خارج عن ما يريد المدرب بالضبط. ولذلك كل كرة حتى لو الجانب في إمكانية لعب للجانب يدخلون في العمق في الوقت المناسب حتى يوصلون للنقطة اللي ممكن أن يضرب خط الدفاع الفريق البحريني. وهاي الحقيقة العمل معها في وسط الملعب مع الظهير، يعني ظهير اليسار مدى يدخل والارتكاز شلون يشتغل مع الظهير أفضل من ما نروح على خط الدفاع. أفضل من ما نحلها في خط الدفاع. ممكن حلها في خط الدفاع لكن راح نواجه مشكلة لأن هم أصلا يريدون يكبرون المساحة بالضبط. على لاعب واحد. صحيح. يعني أتمنى يعني عندنا أكثر من حالة حتى نأكد أنه هاي 100% هي فكرة المدرب. حلو. إحدى الحالات كابتن سام مباراة العراق والبحرين دقيقة 57.5 ثواني. نعم هاي الحلول الهجومية بالنسبة للعراق بس يحتاج لها مثل ما تكلمنا نهايات صحيحة حتى تكون فعالة. العدد ضعف في الجانب في ثلث الهجوم واضح جيدة جدا. كانت نقل كرات بشكل صحيح راح نوصل لكنه النهاية للهجمة كان يعني ما بي دقة. هاي دقيقة 57. اي نعم 57 القطع هنا مشيت الحالة تحول سريع. نعم شوف هنا ممتاز نقل كرة صارت رؤية صارت زيادة عددية هنا مهارة أيام هاي هاي احنا يمكن تكلمنا عليها بالسابق. صحيح. هجمة مثالية بكل ما تعني الكلمة. صحيح. شنو الهجمة المثالية؟ من تكون عندك ربط زيادة عددية زيادة صحيح. بمنطقة الجزاء كلها واجبات نفذناها إلى أن وصلنا بالمكان الخطر جدا بس اللمسة الأخيرة كانت تنقصنا حتى تكون هذه الهجمة بها فرصة حقيقية للتسجيل. هذا عندنا عدة حالات أيضا نأكد عليها ويشتغلون عليها بس النهايات يحتاج إلى تركيز عالي حتى ما نفقد هذه الهجمة لأنه هجمة بها الفريق كله اشترك بها تعب بها الفريق نعم. وصلنا إلى المكان الخطر بس النهاية يجب أن تكون بها دقة عالية تركيز عالي. هذه الحالة مرة أخرى كابتن شوف جملة تكتيكية مثالية حتى عرضنا الملعب وليش صارت هاي الهجمة نوقفنا صارت الهجمة لأن وسعنا الملعب. من توسع الملعب راح يصير مساحات للاعب يقدر ينقل كرة يقدر يتحرك لو المكان ضيق ما تقدر صعب يصير اختراق ولا تمرير. وسعنا الملعب نقلنا كرات شفنا مشي هنا براحة نقل الكرة مشيها شوف راح تكون باص صحيح راح تكون عملية الربط أو الدخول أيضا ممتازة منطقة الجزاء راح تكون زيادة عددية شوف أكو زيادة وين كم لاعب انتقل 4 لاعبين عراقيين في منطقة الجزاء هجمة مثالية من يكون 4 لاعبين شوف حتى توزيعهم صحيح واحد بعيد واحد القريب على 6 واحد على القوس يعني كل التحركات الصحيحة بس كان ينقصنا هو التمرير دقة بالتمرير الصحيح بالنسبة لعلاء مهاو وهو جيت هذا النوع من التمرير يمتلك المهارة كابتن مهارته ممتازة شغلة بس مرات إذا ما عندك حل أوكي تقدر تشوت بس هنا عندك حلول طلع كرة برا جول هاي فهاي يحتاج لها عمل وتركيز من اللاعبين حتى ننهي هاي الهجمة بالشكل الصحيح. نعمل إن شاء الله بالتأكيد أن تكون نهايات مثالية لأغلب لاعبينا مباراة مهمة الكل ينتظرها وبحاجة للفوز بإذن تعالى. نبقى في العراق والبحرين كابتن رافد دقيقة 7:10 ثواني. هاي الحالة توضح قدرتنا على عمل الزيادة العددية في الملعب هذه الحالة كابتن اي راح نشوف الزيادة العددية الآن لما يدخل الظهير والظهير الآخر فتح الملعب وين المشكلة راح تصير يعني وين مشكلتنا احنا بالهجمة لأن احنا نشوف فريق منظم جيد لكن كيف تكسر هذا التنظيم طبعا تكسر هذا التنظيم مو فقط بالاجتياز أو بخلق الفرصة بالهدف حقيقة المشكلة بالهدف هسه زاد على هنا راح يزيد ضرغام شوف عندنا زيادة وين المشكلة راح زاد ضرغام شقد عندنا عدد كثير يا أما بالمناولة أو بخلق الفراغ يعني عندنا مشكلتين يا أما بالمناولة إنه الظهيرين اللي جاي يوصلون للجزاء وهي أكثر من حالة أساس أكو أروع من هاي الهجمة ما يعني هجمة على مستوى جدا عالي الربط. أي وفريق البحرين ما عنده ضرغام شلون ممتاز أي يعني دافع علينا من هالوضع هذا وأنا حتى أتمنى يعني حسين علي وإبراهيم باش الحقيقة يعني مستغرب إنه مو مع المجموعة ممكن يحتاج المدرب الحقيقة لأن الفريق لاعبين أنا متأكد راح يكونون جاهزين حتى حسين علي لأن كانوا فقط تعباني بهاي المباراة هاي اللي المشكلة بالمناولة أو بالحل هنا أنا يحتاج لها شوية هدوء وتركيز من اللاعبين يعني أنت جاي تسوي العمل بسرعة وتجي بالتوقيت المناسب وبدقة جدا عالية توصل للمكان وتضرب الفراغ وتستلم بالفراغ
هنا وين تخرج الكرة؟ وين تلعب؟ قرارك وين؟ القرار الأخير. يعني إذا ماكو حل أشوتها، حتى الشوت أخطر من المناولة الأرضية، صح سريعة أشوتها إذا ماكو حل. الحل الأفضل إنه الحلول اللي على 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 قوس الجزاء، على خط الجزاء أيضا أشوفها. ليش؟ لأن المنتخب البحريني يدخل بالست ياردات يدافع، ما عنده مشكلة يدافع. يعني ست مدافعين في منطقة جزاء كابتن في المقابل نظير ثلاث مهاجمين. أربعة من ذول الستة الصحيحة السريعة هي تسوي لك أهداف. أربعة من ذول الستة إلى ثلاثة دائما، أربعة وثلاثة وأحيانا حتى خمسة يدخلون في في الست ياردات بالضبط. نعم. إذن إحنا يجب أن نستقبل ما بين نقطة الجزاء وخط الجزاء. نعم. يجب أن نفكر بتفريغ المنطقة. صحيح. من نفكر هيجي راح يفكر حامل الكرة أيضا يلعب هذا. طبعا. هذا ما شفناه. إذن التمرير راح يتوقف على اليمن، على الفكرة إن وين يستقبل الكرة هذا. صحيح. لما المنافس يدخل ويدافع بستة إلى سبعة حول الحارس بست ياردات. إذن وقفة صحيحة. يعني لاعب واحد لاعب واحد من عندنا يعني كرأس حربة يدخل ثلاث لاعبين سهولة يدخلون معه. فالمفروض يصير عندنا زيادة عددية حول خط الجزاء والمناولة تكون إلهم، ونظل حتى إذا ما نحتاج استسرعنا الهجمة علينا الإيقاع لعبنا بسرعة. هنا نتأنى لما أنا ما عندي يعني من ذرغام ومن علاء إذا الخصم بعيد عليهم فقط أتأنى بالمناولة أدخل اللاعبين اللي يدخلون بالجزاء وفرغ منطقة الجزاء لاستقبال أي لاعب وسط يعمل الزيادة العددية إن شاء الله. كابتن سامي دقيقة 36 و15 ثانية مباراة العراق والبحرين. نعم. إحنا من الصلع عندنا هجوم جماعي، يجب أن نهتم بالهجوم الجماعي. يعني أكو جزئيات بسيطة هنا هجمة جماعية، كيف أن يعني حتى وصلنا شوفنا أكو عندنا زيادة نقل كرات هنا شوف راحت عشوائية، لا وقفوا أنت أكو لاعبين أكو زيادة كرة مو ماشوت، يعني الكرة وضع الجسم مو ماشوت. صحيح. فمن نوصل هنا هاي هجمة جماعية، شوف صار عندنا كم لاعب، أربع لاعبين من منطقة الجزاء هنا لا وضع جسمك صح. صح. ولا اكو رؤيه لك بالشكل الصحيح. نعم. فلا وقف وابدي هجمه مره ثانيه ابادر، فنهتم بالهجمه الجماعيه. انا اكدت على هاي لانه وصلنا اكثر من مره وصلت هجمات ممتازه مثاليه كانت شرحناها قبل شويه، واكو هجمات صارت عشوائيه يعني من اخطاء فرديه. لا يجب ان يكون تعامل جماعي بهذه الهجمات. كابتن حتى اتخاذ القرار اللي على امهاوي بالقدم اليسار هي اضعف هي نوعا ما من القدم، مو ماشوت حاله يعني مو ماشوت. لا انت عندك زمود ولا وحدك ولا اثنين لاعبين، اكثر من لاعب نقدر نسوي حل جديد. هذه الحاله مره اخرى كابتن. نعم. كان هي بيها كثير هذا الصير بيها، شوف انا انت تلعب للامام وحتى نعم. اخذ قرار بالشوت لا بس نعم. هاي لو ماشيه مثلا، لان الرؤيه بالنسبه للحارس محجوبه نعم. ضغط ماكو ضغط على اللاعب، اخذ قرار احسن قرار بالشوت، بس شوته كان ما بي يعني دقه ما مؤثر ولا بيدقق. اي يعني لو بعد شويه مركز اكثر بشوت ممكن يصير جول، بس الحالة الثانية الكرة الثانية الساقطة لا هناك يكون بيها اهتمام أكثر، لأن وضعها مو مال شوت. الوضع الأول كان للشوت أوكي، هنا وضع كان المفروض يلعب للجانب. أي هنا وقف لأن عندنا شوف بس تمرير اللاعب على اليمين. نعم. أكو اثنين لاعبين بالضبط يضرب دول المدافعين أربعة رايحين مكان واحد، باص صحيح بيني. هاي نقول لك الباصات دكتور تكلمنا على الباصات البينية صحيح قد تكون مؤثرة. ان شاء الله جميع اللاعبين يستثمرون هكذا كرات كابتن ان شاء الله. اكيد يعني كابتن رافد دقيقه 18 و25 ثانيه هي الحقيقه تبدا تتوضح تبادل نقل الكره يعني بين الفريقين وتمركز الفريق المنتخب البحريني ككتله، يعني تمركزه ككتله وقدرات الظهيرين يعني الحقيقه راح نشوف، وبالاخير ايضا نشوف لاعبي الوسط مدى يعملون زياده. يعني بالنهايه دائما عندنا مشكله انه لاعب الوسط لما يعمل الزياده متى يعمل الزياده إذا الفريق متكتل، واحنا نتحدث عن فريق لعب ضدنا بتكتل دفاعي يعني أغلب وقت المباراة حتى في الشوط الأول أو الثاني وأكثر شيء في الشوط الثاني. هسه هنا عندنا المساحة، شوف ما عندنا مهاجم يطلب الكرة حتى ما يلعبوا الكرة خلف المدافعين، شوف 40 ياردة عندنا ما عندنا مهاجم احنا يطلب الكرة بكل لاعبي المقدمة الموجودين واللي لعبوا في غرب آسيا كلهم، ولا لاعب عندنا يطلب الكرة لا مهند ولا أيمن ولا علاء عباس ولا حسين علي ولا لاعب يطلب الكرة. لذلك شوف لاعبي الوسط يعرفون هذا الموضوع فيستمرون بالتمرير. راح نشوف هذا الكتلة، شفنا التكتل كومباكت بير، شوف التكتل أخذوا الكرة يعني المسافات قريبة، مجرد حسين حاول يعني يحافظ على الكرة هنا فقدت الكرة الحقيقة بسهولة. ليش؟ لأن الفريق متنظم، لكن هذا ما يمنع انه راح نقوم بهجمه اخرى ونشوف هنا المشكله في يعني الحقيقه انا اعزيها للاعبي الوسط الحقيقه اللي القضيه البدنيه نوعا ما اثرت على بعضهم.
ايضا الحديث عن التصرف الذهني كابتن. اي بالضبط، شوي الجهد التحضير بالضبط. اي الجهد، شوف هاي الحاله. نعم. يعني احنا لاعب الوسط الان لما فرغت المساحه 100% الذرغام هو سدد. نعم صحيح. لما المساحه ما فارغه فيها يعني فيها لاعب تشوفه يمرر. صحيح. لكن في حاله التمرير اللي مطلوب المفروض التمرير، ومع هذا التسديد ايضا ما بدقه مع هذا ولا بقوه، يعني ما بدقه التسديد مع كل مؤثر كان. اي فلذلك احنا هاي شوف تبادل يعني هاي كره القدم، انت ما ممكن تسيطر على الكره 100% في المباراه، لكن بنفس الوقت تستفيد لما المنافس ايضا يفقد الكره، مو فقط انت، وكيف تتعامل لما تنفقد عندك الكره. حلو. في وسط، هاي توضح التنظيم الدفاعي اللي عندهم، تنظيم دفاعي ممتاز ما بين خط الوسط والدفاع الفريق البحريني، لكن امكانيه كسره ايضا موجوده. وعدنا وعدنا اشاد لاعبينا كابتن كان مهند ما يطلب كره، ينتظر كره، ما يطلب حتى نعم. بالأربعين يارده شوف حتى لو يطلع هو باقي بين المدافعين البحرين عدم طلب الكره ووقوفه مع كابتن لغايه الان هو واقف. مو فقط مهند، مو فقط ايمن، حتى على عباس، حتى ايمن، حتى حسين علي ما يطلب الكره هم ذول اللاعبين اللي يلعبوا، ويبقى مهدي هو كلاعب وسط. شوف هذا التنظيم جيد ايضا، راح تنفقد وراح نشوف الحاله. تنظيمنا جيد ايضا الدفاع الحقيقه، هنا راح يبدا العمل هنا. نعم. شوف هنا يعني بمجرد ان فكر اللاعب يعني ما يمر الكره للامام بشكل جيد. نعم. صار اعاده للتنظيم، هنا دخل، طبعا هذا دخول ممتاز، هذا فلش اكبر فريق هذا. نعم. يعني علامه هو جاي يدخل بين اثنين وثلاثه. صحيح. صحيح. ويوصل لك الكره. صحيح. للمكان الرائع يعني. صحيح. يبقى هنا عمل لاعبي الوسط. حلو. وابراهيم الحقيقه كان يعني مجهد، وحسين كان مجهد. كابتن سامي الدقيقه 56 عندنا عدد من الحالات وبدا. نعم. الوقت يمشي بصراحه 56 و40 ثانيه مباراه العراق والبحرين. دكتور فاضل عن الحل الجماعي، هسه الحل الفردي مطلوب. احنا اكيد قبل هاي الحاله كان حل جماعي. نعم. هنا راح يكون حل فردي مطلوب وكثافه. شوف هنا اختراق على مهاو كان ممتاز جدا، يحتاج لنا حلول. نعم. فرديه بعض الاحيان، اجاده الحلول الفرديه. هنا دخول ما عنده حل غير يشوت. صح. صح. هذا الدخول شجاعة. نعم. ومهارة عالية من اللاعب، دخل فتح عنده زاوية للشوت شوت، لأنه ما عنده حل، يعني عدد اللاعبين العراقيين مسوين زيادة عددة بالجزاء. فيحتاج لنا أيضا الحل الفردي مطلوب في المباراة القادمة، حل جماعي، حل فردي، الثرو باص، توسيع الملعب، كلها حلول عكس الكرات الجانبية، كلها حلول هجومية. فأحد الحلول هو الحل الفردي أيضا نشتغل عليه إن شاء الله. هسه هاي نعم هي نفس مباراه العراق واليمن. عندك تعقيب كابتن؟ يعني لا ما عندي، بس على الحاله اللي عندي الهدف خليه يروح على اللي بعدها على الدقيقه، لان استاذ راي دقيقه 38 و39 ثانيه. لا اتركها هاي يا كابتن. نعم. دكتور يعني على 53 53 و55 ثانيه 55 و36. نعم. نعم. يعني لان هاي الحاله حاله الهدف. نعم. اللي وضحها كابتن سامي. كابتن سامي بالضبط. ايه. هاي ارتداد بعد مناوله من جلال، يعني مناوله ممتازه. شوف هذه الحالة شوف المناولة الرائعة لأقصى. نعم. لاعب أكثر من 40 يعني. نعم. مناولة ممتازة الحقيقة من جلال. هاي فرصة العلاء، راح نشوف الفرصة بمجرد دخول هنا. يعني هاي توضح لك أيضا إمكانية ضرب دفاعات الفريق البحريني المتكتل، حتى لو متكتل تقدر تضرب إمكانية. استقبال راح تستمر سريع. هو تحول ممتاز كان. وفي ظرف أيضا ثواني أيضا بعد يعني تقريبا دقيقة، شوف راح تصير الحالة الأخرى أيضا ولعلاء، وايضا توضح امكانيه. شوف معطينا حتى لو اكو عدد، معطينا الوقت لمهدي ناول، وايضا لصفاء يدخل ولعلاء يتحرك في الجزاء. هذا اللي نريده، دخول صفاء اسرع يعني الحقيقه كنت اتمنى، والتعامل مع لاعب الوسط ايضا. هسه راح نشوف الحاله الاخرى ايضا. نعم. وبنفس الدقيقه هي بغضون دقيقتين. نعم. هي ممكن نشوف تباع حاله بعد حاله بالضبط. اي يعني حاله بعد حاله احنا قادرين نكسر هذا الدفاع. نعم. احنا صحيح التنظيم عالي الفريق البحريني، لكن المشكله بالتركيز وبعمليه التسديد على المرمى، سواء بالراس او اتخاذ القرار ما بالمناوله ما قبل. هذه الحاله كابتن، هاي الحاله ممتازه. نعم. ايضا قادرين احنا نكسر هذا الدفاع حتى لو بالراس. احنا خليل نفس اللاعب على عباس. ايه. وراح تجيك حاله اخرى. ايه. مالتي مال امجد عطوان الشوت بالضبط. هو جاي يتراجع المنافس. نعم. يعني جاي يتراجع ويسوي التكتل ويعمل التنظيم. صحيح. لكن مو كل فريق منظم احنا ما نقدر نسجل عليه هدف. طبعا احنا نحتاج نسجل هدف من هاي الحالات لما الفريق منظم ويدافع بالقرب من الحارس. نعم. اذا هاي ما نسجلها يعني اكيد احنا بحالات اخرى ايضا ما راح نسجل. صحيح. ممكن على ايضا او غيره لاعب يستقبل الكره بقدمه. نعم. وايضا يطيح بها بالاوت. صحيح. الراس نفس القدم يعني
يقول اكو دقه بالتصويب بالنسبه خصوصا راس الحربه. نعم يعني كابتن سامي دقيقه 69 و5 ثواني عراق البحر. الحل الاخر هو التسديد شوت. نعم يعني عده حلول هجوميه احنا تكلمنا على الحلول والتنوع بالحلول الهجوميه. بالضبط التنوع ايضا. نعم. فريق العراق عنده القدره والمقدره ان ينفذ هذه الحلول وهذا احد الحلول هنا لامجد عطوان. امجد عطوان يعني كان بيها مجال يعني هذا حل فردي كابتن حل فردي ممتاز قرر الشوت صح. نعم. دقة لها شوية بعد أكثر كان ممكن هذه الكرة تكون والله هاي أحد الحلول الهجومية والتسديد من مسافات من يكون الزاوية مفتوحة كنت أتوقع هدف كابتن يعني أي يعني شوف هذا حل هجومي أيضا مع الحلول اللي تكلمنا عليها الحلول الهجومية الأخرى ويجب تفعيلها تكرارها أيضا في المباراة. نعم. كابتن رافد دقيقة 65 و5 ثواني مباراة يعني العراق والبحرين يعني يعني هاي الحالة توضح غياب تنظيم الدفاع الحقيقة في حالة يعني عمل الزيادة العددية. نعم. لما تعمل الزيادة العددية راح تصير اكو مشكلة في عملية التنظيم الدفاعي هاي اللي تكلمنا عنها منو اللي اجى من الخلف عمل الزيادة مهدي كسر التنظيم صحيح احنا ما عندنا يعني لاعبي الوسط لما يدخلون طبعا مهدي ما لعب لاعب وسط مثل امجد وصفاء وابراهيم لا هو لعب على الطرف لكن هو يظل لاعب وسط يعني هو كوطاع حريه التحرك هذا الدخول اللي ياتيكم يعني يعمل الزياده ضد فريق منظم ايضا يكسر هذا التنظيم هاي حاله اخرى تكثر اذا علينا ان يكون لاعبي خط الوسط كان التحضير الذهني جيد ويكون توازن كابتن خاصه في لاعبي الارتكاز توازن في حاله الهجوم وفي حاله الدفاع هذا اهم نقطه اذا مردنا ان نكون فعلا طبعاً. نمتلك زمام الامور في مباراه طبعاً. مهمه وحساسه وهي مباراه الاولى في تصفيات على الحالات الهجوميه يجب تفعيل الحالات احنا تكلمنا على كثير حالات وصلنا للحالات هاي مال مهدي بالنسبه لي خلي مشي لان شرحناها نعم الحاله الاخيره اللي هي فتح الملعب كيف توسع الملعب مع اليمن هاي كانت نعم. فريق العراق وسع وعكس كره جانبيه سجلنا من خلالها هدف نعم. ايضا يجب تفعيل عمليه فتح الملعب وعكس الكرات هذه الحالات ما تكررت هواي ما تكررت صح يحتاج الى تكرار المفروض يعني هسه كم حاله هجوميه احنا طيب ست نعم. حالات هجوميه نعم شوت الاختراق من العمق صح. فتح الملعب نعم. الحل الفردي كلها حلول هجوميه نعم. تشتغل عليها وتفعلها هذه الحاله كابتن شوف هنا فتحنا الملعب عكس كره جانبيه اكو زياده عدديه نعم. صار جول لو ما معكوس الكرة بالشكل الصحيح ما تصير جول لو ماكو زيادة عددية أيضا ما تصير جول فهذه هي واجبات مهمة من توصل الكرة تريد تنعكس لازم أكو زيادة عددية وتحرك من لاعبي الوسط بالجزاء حتى تصير الهجمة بها خطورة وفعالة ونقدر من خلال الفرصة نسجل أهداف فهذه كثير هي الحالات الهجومية أتمنى المنتخب العراقي أن يفعلها باكر وقادرين على أن ننتزع فوز مهم جدا مباراة غد إن شاء الله كل ينتظر الفوز كابتن رافد الحاله الاخيره الدقيقه 84 لغايه الدقيقه 85 اي هاي شويه اللي توضح مباراه العراق والبحرين اي هاي المشكله اللي كنا نعاني منها اللي هي يعني سببها احيانا تقسيم الجهد واللاعبين من مدرب الفريق الحقيقه لان نجهد يعني حسين علي هنا وانا يعني اتمنى كنت حتى باي شوف هاي حسين علي مناوله بالخطا نجهد يعني بشكل لا يعني حتى سمعنا هو حتى في معسكره مع الزوراء يعني سئم من القضية لأن صح. تعرف 5 مباريات 3 مباريات مع صح. الزوراء مباشرة أنت في كل مباراة أنت عند قمة والكل يقول له حسين أنت متل تلعب أنت مرتاح حسين يمود يوم ورا يوم ورا طبعاً. يعني مال يعني استنزاف الحقيقة ظاهر يعني هو الولد شوف هاي الحالات يعني لاعب ممتاز وأنا حتى قلت لك يعني حتى إبراهيم كنت أتمنى إبراهيم باش وجوده مع المجموعة يعني بديل لأي لاعب آخر يعني إذا في مراكز أخرى عندنا زيادة فيها باللاعبين هسه شوف الحاله يعني هاي سببها الجهد يعني صحيح. ما ممكن حسين يفكر بهذا صح يفقد كره هو في حالات كثيره وضحناها لكن شوف الان ما يقدر ولا يريد اصلا يفكر لان بهذا الجهد العالي بانخفاض المستوى البدني راح يفقد التركيز ما يعرف هو باي وقت هاي اللحظات الاخيره يعني مجرد ان يلعب لنا في الاسناد احنا نظل مبادر في اخر لحظات نسجل مفروض. وهم يعني الهدف يصير بلحظه في كره القدم بالمقابل اعطاهم فرصه ان ينهون المباراه يعني هم نهوها يعني بكل الاحوال لكن هاي يمكن تصير 2-0 بعمليه من حسين صحيح. علي سببها صحيح. الجهد العالي بالضبط. احنا نتوقع في مباراه غدا ان شاء الله ما راح نشوف هاي الحاله اكيد يعني ما راح بس يكون مختلف رغم صار جهد على اللاعبين هاي الفتره على الاقل 5 ايام تختلف تعرف تختلف يعني لاعبين لعبوا مع الجويه لعبوا مع الشرطه لعبوا مع الزوراء في معسكرات في تشكيله المنتخب من هذه الثلاث اي بالضبط لكن احنا امام واقع الان يجب ان ما ننشف حاله
ليش؟ لأن لاعب بدنيا ما وصل هيك حالة. يعني أخذ قسط من الراحة، تدريبات الحمل أكيد ما راح تكون بمستوى جدا عالي، يعني أكيد الكادر التدريبي لكن وعائلة. تباين في ليش؟ لأن مردود اللياقة البدنية كافية بين اللاعبين. المباراة 90 دقيقة وهاي مباراة تصفيات وإحنا خارج أرضنا أول مباراة مع منافس أيضا رطوبة عالية، رطوبة عالية أكيد. فأكيد إحنا إن شاء الله ما نشوف هاي الحالات، بالعكس نشوف حالات تركيز عالي يعني خلال 90 دقيقة، وتعاون ونكران ذات. والحقيقة أنه أهم شيء يصير أمام أعين اللاعبين هو يأتونا بثلاث نقاط من البرنامج، وهو الهدف الأسمى في دقيقة. كابتن سامي، لابد أن يكون هناك عمل وتوافقات بين المهاجمين ولاعبي خط الوسط عند طلب الكرة أو عند النزول لطلب الكرة، هذا عامل مهم من أجل خلق الفراغات لخصم الفريق البحريني. دائما هنا عندنا يشكل بالثلث الهجومي أكيد في دقيقتين لضيق الوقت أكيد يعني يجب يكون هنالك تناغم ما بين لاعبي الوسط والمهاجمين. باكر راح التشكيل مختلف، راح يكون بعناصر قوة اللاعبين المحترفين، اللاعبين الموجودين راح يعطون قوة. متوقع كابتن أن يكون تقريبا متوقع جست راح يكون لاعب أساسي، علي عدنان راح يكون لاعب أساسي، أحمد ياسين راح يكون لاعب أساسي مع المجموعة الموجودة، فراح يعني قوة تطل الفريق العراقي. بعد من راح يكون بالي مهند علي راح يكون لاعب أساسي، هذول ركائز مهمه. حسين علي اكيد، حسين علي موجود، صفاء امجد موجود، صفاء امجد راح يكون على مهاو علي اليمين، علي عدنان على اليسار، سعد واحمد بنسبه 90%. فهذه التوليفه، فاريد اتمنى يكون عامل الانسجام موجود، اداره المباراه بالشكل الصحيح، تقسيم الجهد بالشكل الصحيح، لان عامل الرطوبه موجود. فاتوقع يعني منتخب العراق راح يكون يعني بيد زمام المبادره ان شاء الله، قادر على تحقيق ثلاث نقاط مهمة مثل ما تكلمنا. أتمنى بنفس الوقت أن نكون وضحنا صورة مهمة على منتخب البحرين كل جزئياتها من خلال عملية التحليل المهم اللي إحنا بدورنا فقط نوصل هذه الحالات. نعم إن شاء الله. لا غايتنا مس لا شخص معين ولا لاعب ولا بشر ولا ما عندنا الفكرة أبدا. موضوع هو برنامج تكتيك كابتن. بالضبط التكتيك. واضح جدا. طبيعة البرنامج بهالشكل. نعم أكيد. نوضح الحالات التكتيكية إذا كانت سلبية وإيجابية. شكرا لحضورك أكيد، شكرا لحضورك كابتن سامي، شكرا لكابتن رافد. مشاهدينا الكرام، كل التوفيق لأسود الرافدين في مباراة الغد بإذن الله تعالى أمام الشقيق البحرين، والعودة من المنامة بثلاث نقاط، ربما تكون ست نقاط في هذه الحسابات، إنها مباراة في أرض الخصم. كل التوفيق للجهاز الفني والإداري في اختيار التشكيل المثالي والمناسب والاسلوب اللي ممكن ان يفاجئ الفريق البحريني. نتمنى ان يكون جميع البايوريزم لايقاع الحيوي لجميع لاعبي المنتخب العراقي على قدر عالي لكي نحقق الثلاث نقاط. شكرا لكم وكل التوفيق لاسود الرافدين، في امان الله وحفظه.